إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تيفي أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. قصة أخرى من قصص ديال معاناة ديال شريحة واسعة من المجتمع المغربي، خصوصا واحد الفئة اللي كتهاجر او كتحاول انها تبدل المستوى المعيشي ديالها خارج ارض الوطن، وبالتالي كتمشي لبعض الدول اللي الى الامس القريب كانت تعتبر دول اللي كما كنقولوا فيها المستوى المعيشي مرتفع، الدخل ديال الفرد مرتفع. هذا الشيء اللي وقع لهذا السيد هذا بعد ما كان في الديار الليبية يعني في سنوات التسعينات، على ما اظن ما خاتنيش المعلومه اللي سمعت من عنده، غادشي كله غتسمعوه معنا من خلال الفم ديالو. قلت بانه مشى للديار الليبيه، خدم بخير وعلى خير، جمع شويه ديال الفلوس، جاء المغرب، استثمر واحد المبلغ مالي كان عنده في واحد المشروع، فشل، عاود جرب مشاريع اخرى، وكنعرفوا بانه واخا يكون عندك كبير ديال الفلوس الا ما كانش مدخول فاكيد داك الشيء غير كتخرج وما كتدخلش، فواخا يكون عندك كما قلنا بير ديال الفلوس غادي يجف وغادي ينضب. هذا السيد دابا حاليا كيعيش ظروف اجتماعيه نفسيه صعبه رفقه الوليدات ديالو، ولاول مره غادي يخرج عبر يعني طبيعه الحال الاعلام، لدرجة أنه كيقول أش غادي كيقول كيسول فيا أشنو غادي نقول. إذا نتمنى أنكم تبقاو معنا نسمعوا القصة ديال هذا المواطن المغربي، نعرفوا أشنو وقع ليه، ونتمنى قبل ذلك خوتي المغاربة على الأقل اللي ما قدر يدير والو يبارطاجي المعاناة ديال هذا السيد هذا، ما يفكرش ليه هو بطبيعة الحال، يفكر الوليدات اللي 10 سنين 9 سنين ومرت 3 سنوات ومرت 4 سنوات. فنتمنى أنكم تبقاو معنا نسمعوا القصة حتى الأخير ديالها. السلام عليكم. السلام عليكم. هو العزيز عيطتي علينا عزيز شحال كنت تواصل معايا. بارك الله فيكم. واخيرا الحمد لله دينا النداء. الحمد لله وشكر لله. كنعرفوا خويا القصه ديالك اللي تشاركها مع المغاربه دابا، ونتواصل معاهم قول لي خويا شنو وقع لك؟ خوتي السلام عليكم. انا كنت واحد الشاب في سنه 1993 هاجرت للديار ليبيا. باش الحمد لله حياة يعني زوينة، كانت أمور مزيانة في هذيك البلاد، اللهم لك الحمد، يعني ما يقارب 24 عام. وملي تدهورات الحالة الاجتماعية تما في هذيك الأرض والوضع الأمني وهادشي هذا، يعني فكرت ندخل في حالتي للبلاد. جبت معايا واحد الطريق ديال الفلوس كما قلتي أستاذ، جربت بين مشاريع الأول ما نجحش، ما يقارب في 7 شهور ولا 8 شهور. عاود جربت مشاريع ثاني خديت فيه واحد العام ولا عام ونص، هو ما نجحش. وفي الاخير يعني اتجهت للبائع متجول، يعني كرسات ديال الخضره والديسير. حتى هي اسمك الله يعطيك، اسمي عبد الحق خويا. عبد الحق شحال جبت معك خويا؟ جبت معايا ما يقارب شي 11 مليون. 11 مليون 11 مليون اللي جبت معايا. يعني 11 مليون في هذيك الدربية شحال تقريبا شحال عام دخلت انت؟ دخلت في 2017 بحال العيد الكبير شهر 7 2017. يعني 2017 راه كنقولوا دابا ديك الساعه 11 مليون ما دايره والو في المغرب. ما دايره والو. لانه ربما اش من عام خرجتي انت من المغرب؟ انا خرجت في 1993. 93 93 خرجتي كما كنقولوا كانت الفلوس ديال ليبيا ساوية الثمن، كان يعني كما كنقولوا كان المعيشة تما وحتى الأجر كان طالع. ولكن للأسف من بعد الحرب اللي وقعت انا خويا تما كنت يعني عايش فهمتيني، ماشي يعني دير على أساس بأن واحد النهار غادي ندخل للبلاد ولا شي حاجة فهمتي، ما معايا الوليدات وكذا، كتقول فهمتي يعني بلادي فين بلد الاستقرار، ارتحيت بها غنستقر بها، كتبقى زياره مره يعني من العام للعام للوالدين والخوت وكذا والحباب فهمتي. لكن بعد ما تدهورات الاوضاع الامنيه خصوص بعد الزيجه الثانيه ديالي اللي جاب لي الله مع سبحانه وتعالى ثلاث الوليدات، يعني في 2017 صافي فكرت باش ندخل في حالتي صافي، يعني ما بقاتش الراحه النفسيه ما بقاتش نهائيا. 2017 خويا عبد الحق لا كانوا عندي جوج، عاد جوج وليدات، جوج اللي كانوا ثالث زاد عندي هنا في المغرب. كانوا باقيين صغار؟ باقيين صغار. هذوك الوليدات عندهم دابا جنسيه ليبيه؟ لا، البنيه عندها خلق في سميتو يعني
قال لها بغيت تقول جي سي ليبيا. المهم عندها خلق ليبي والوليه جات الام ديالها حامله به، يعني جبتهم في 2015 وقعدت موراهم انا عامين ونص بوحدي. جبتهم دخلتهم وبقيت كنصيفط لهم المصروف ديالهم كل شهر. البنيه عندها جنسيه ليبيه؟ البنيه عندها وريقات ديال ليبيا، عندها الوريقات. واخا قلت لي اخويا عبد الحق ملي دخلتي المغرب حاولتي انك تستثمر واحد المشروع ديال المسمن. درت محل ديال الحرشه ومسمن، وجبت معايا جوج عيالات وجوج وليدات وجهزت المحل. يعني الناس راه كاع عارفاه، يعني بلا ما نقولوا العنوان ديالو فين جا، فهمتيني؟ لا الشارع. الشارع في شارع الجولان، يعني قريب الكوميساريه كاطريام. وخدمت فيه ما يقارب في سبع شهور. يعني لما جيت ندير الحساب ديالي دير لي تقريبا ما يقارب شي 4.5 مليون. اللي مشات من جيبي مشات. هرساتني. لان علاش؟ لان كما كتقول المدخول قليل والمصروف كثير. وانا جاي مولف الطبيعه الليبيه، فهمتيني؟ يعني ما مولفش كمثال، يعني راك يعني نتارك فاهم خويا، يعني 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 مولف يعني اللي الشخص يشريها. اللي قال ولادي اختي شريها، فهمتيني؟ هذا هو السبب اللي خلى خويا، يعني فهمتي كيفاش؟ يعني تسير هذا الطرف ديال الفلوس، الطرف ديال الفلوس من هذيك من هذيك البليزات. المشروع الاول. شنو المشروع اللي عاود درت؟ من بعد درت خويا التجاره في الدراجات الناريه، وكيعرفوني الناس ديال القريعه، وكيعرفوني الناس دابا غيكونوا يشوفوني كيعرفوني. يعني قضيت بها واحد العام ونص ولا عامين، الدراجات النارية مستعملة. وفي السكوترات، خصوصا في السكوتر، فهمتي؟ واش دخلتي فيها شوية ديال المعيشة؟ خدمت بها الحمد لله، دخلت بها شوية فلوس. دخلت بها، يعني كاين مرات كل أسبوع يعني نقدر نبيع حتى 6 بيازات 5 بيازات في الأسبوع. يعني كنت شريك أنا واحد السيد، ماشي غير بوحدي، أنا جوج. هذاك السيد بالمفهومية ديالو، يعني بالتعلميات ديالو، وأنا بالشكارة. فهمتيني؟ وكنبيع ونشري ونتحاسبوا، وكل واحد كياخذ سميتو. شنو اللي وقع خويا عبد الحق؟ والله خويا التبذير، التبذير خويا، فهمتي؟ اللي مولف طبيعة خايبة، فهمتي كيفاش؟ يعني يعني مرتك تقول كذا تعطي أنت كذا تشري، فهمتي؟ ما تدخلش بيدك خاوين، مشي ديال السوق تجيب من يعني اللي شات نفسك لوليداتك، فهمتي كيفاش؟ راه هذا هو الإشكال اللي كاين خويا. كتحاول أنك كما كنقولوا تعيش واحد المستوى معيشي رغم ما رغم انك ما كتدخلش واحد المبلغ. ربما واش هذا بالنسبه لك انت واش كيبان لك خطا ولا ماشي خطا؟ خطا وخطا كبير. ياك. وهذاك هو اللي كنتمناه ان شاء الله رب العالمين ما نعاودش نكرر خويا. زعما الا لقيت كم قالوا خويا شي محسن ولا كذا اللي عاود يوقف معايا في هذه البيع والشراء ديالي، يعني باغي نرجع للميدان ديالي اللي هو ديال الخضره والديسير، فهمتي خويا؟ يعني بشي محسن ولد الناس، يعني اللي ياخذ لي شي تريبورتور باش نتحرك، باش نعاود نلم هذا الشمل ديال هذه العائله هذه خويا. ما بغيتش هاد الوليدات يتبرتكوا، لان الا طال الوقت خويا راه يعني راه مصيرها انهيار. المراه شحال قد غتصبر عليك؟ المراه مسكينه ما طالبه والو، قالت لك عشيش فين نعيشوا وخديمه يعني باش تعاون انا وياك. يعني هي مشات ريحت ما دارهم. ما دارهم، مريحه مسكينه ما دارهم. دابا انت ما قدرتش تمشي عندها. ما قدرتش نوري وجهي، كيف بغيت نوري وجهك خويا وانت جيبك خاوي يعني ما يقول لك ولدك عاد ما غاشريش لي، كيفاش غادي يعني كيفاش غتحس؟ قالت لك يا خويا قال لي كيفاش؟ والله خويا الا مرات اش غنقول لك؟ راه استغفر الله العظيم، مرات راه كتصل بيا الحاله يعني نفكر بالانتحار كاع. لان علاش؟ يعني والحمد لله يعني الايمان بالله عز وجل شويه الصلاه هي اللي مخلي انا يعني مطمن يعني بالي شويه، كنقول الامر في الله وفي المحسنين وفي ولاد الخير وفي المنبر ديالكم اخويا اللي وقف معايا في هذا الوقفه اللي عمري ما نساها الصراحه. وقف خوتي المغاربة، أكيد ماشي كلشي غادي يتقبل هذا الكلام، ماشي كلشي غادي يأمن بهذا القصة ديال هذا المواطن. ولكن اللي بغيتكم تفهموا أنه واحد المثل كيقول لك اللي ما خرج من الدنيا ما خرجش من العقيب ديالها، والإنسان ما كيعرفش العاقبة ديالو وشنو غتكون. الله يحسن لينا وإياكم العاقبة ديالنا وحسن الخاتمة تكون عندنا مزيانة. هاد السيد اللي كنتكلموا عليه دابا حاليا، دابا تخيلوا معايا هو كيعيش في قنت وولادو في قنت. دابا تخيلوا هذه القضيه، وليدات صغيورين محتاجين الحنان ديال الاب، محتاجين ذاك الجمع ولم الشمل ديال العائله. ها هو هذا السيد كيقول انا راه كنت مع النساب، ولكن قال لك كيعيا اللي يعطي ما كيعياش اللي يشد. لانه اكيد اليوم غدا شهر شهر الاخر هذا العام الاخر العين كتبدا تطيح بكل صراحه باش ما ننافقوش روسنا. العين كتبدا تطيح خصوصا انه كتولي تبان ليهم انت شي واحد زيد. الشيء اللي خلى دابا عبد الحق خرج وخلى طرف من الكبده ديالو وخلى النصف الاخر ديالو، النص ديالو
خلى الزوجه ديالو اللي عاشت مع الحاره وحلوه خلاها تما. دابا تصوروا معايا حاليا ما بقاش قادر يمشي للدار ولا كيعيش بحال المشرد. تخيلوا معايا عنده ثلاث الوليدات كيعيش بحال المشرد. هو الامنيه ديالو دابا شناهو؟ قال لك انا بغيت غير تريبورتور نمشي ندير فيه بائع متجول، نجيب 70 80 90 درهم في النهار ونمشي بخير ونضرب مع الكلاب واحد 1500 درهم ولا 1200 درهم والحمد لله نكون مجموع مع وليداتي. انا قال لك دابا حاليا ما عنديش حتى باش كما كنقولت باش ركبت في طاكسي. ولي اول مره هذا السيد لاول مره كيخرج الاعلام بطبيعه الحال، الله يدير شي تاويل ديال الخير. هذا هو جهدنا، هو هذا كما كنقولوا، هذا هو جهدنا، هذا هو جهدنا كما كنقولوا. غادي نخليو يا ربي امين يا ربي امين. خويا محمد المرضي اشنو قلتي؟ كاع نوري المشاهدين عندي ما يثبت بان كنت في الكوت بونك ديالي وبطاقه ديال المقاول الذاتي وكل شيء. هادشي خويا راه عندي فهمتيني، يعني راه يعني كانت الامور اخويا ماشيه وكان الحساب في البنك وكان يعني الحمد لله يعني، لكن الامور اخويا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الحمد لله الله غالب خويا، ما عندي انسان ما يدير يعني باش المشاهدين. دابا انت قلتي لي كاع ديالك المغاربه هو مساله ديال نا خويا اللي داك ديك المغاربه تيقول شي تريبورتو ولا شي حاجه. اييه هادشي اللي كاين اخويا، شي تريبورتو اخويا ندير عليه شي بيعه وشريا. الله يجعل ربي يجازي كل واحد على حسب النيه ديالو في هاد العواشر، والله يشافي كل مريض في هاد العواشر هادي. باغي تجمع مع الوليدات ديالي؟ ما بغيتش اخويا صراحه، ما بغيتش يعني ما نكذبش عليك باش نقول لك، راه يعني وليداتي راه تفرقني معاهم على الموت اخويا الصراحه. يعني راه الا مت هي اللي غادي تفارق مع وليداتي الصراحه توقع اخويا ما نكذبش عليك. يعني صراحه لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. إن خوتي المغاربه كما كيقول المثل قال ارحموا عزيز قوم ذل، فنتمنى ان تكون الرحمه اللي هي معروفه على المغاربه تكون الانسانيه. هذا السيد كما كنقولوا ما طالبش حاجه كثيره، ربما يقدر شخص واحد انه ياخذ هذا الريبورتور هذا يقول له سير سير ولد الناس، يلا سير جيب طرف الخبز للوليدات. ربما كما قلنا جوج الناس او ثلاثه الناس او اربعه الناس من خلال هذا المباشر هذا اللي غادي يقول لها انت ها واحد تريبورتور وسير جيب طرف الخبز للوليدات وسير تجمع مع وليداتك والله يسهل عليك. فكنتمناو من خلال هذا المنبر هذا الرحمه تطيح في القلوب ديال المحسنين وديال ذوي النيات الحسنه ويتواصلوا مع هذا السيد هذا من خلال الرقم ديالو اللي وضعناه اللي هو الرقم ديالك اخويا العزيز 06 82 51 40 16. اذا هو نفس الرقم اللي حطيناه، غير حنا بغينا نتاكدوا كما قال يعني في كما جاء في القران الكريم ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي كما قالها سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى وكما جاءت في القران في سوره ديال الانبياء يعني ليطمئن قلبي. هذه غير باش يطمئن قلب الناس ويعرفوا ان الرقم راه ديال الشخص. حنا وسيط، حنا كنحاولوا نوصلوا الصوت ديال الناس، كنحاولوا نوصلوا النداء ديال الناس، والله هو اللي كيكمل الامور بخير وعلى خير. اذا حتى لهنا غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر. كان معكم في التعليق من خلال هذا المباشر مصطفى القرناوي من هنا من منطقه درب ميلا، يحييكم والى اللقاء.